كاين البعد في الماضي كانت شويه ديستريبيزيون تاع لي لوجمون، من المشكل كان بزاف الاحياء القصديريه. نعم هما بداو باحياء قصديريه والحل اللي رانا فيه دوكا او زاد كثر علينا. علاه؟ مانيش ضد احياء قصديريه، مي انا نستعمل بالسكان تاوعي، السكان تاع البلديه. كاين الناس اللي عنده 50 سنه في اف 3 مريحين، ما يروحش يدير ساكن قصديري ولا ما يروحش يدير قربي، ما يروحش يدير مريح. هذاك عنده عزة النفس، وانا هذوك هما لي بريوريتي نورمالمون تاعنا. ودوك واش نقول لك؟ شكرا.